سلاح التلميذ عربي اولى ابتدائي 2024. سلاح التلميذ عربي، وده توزيعة المنهج بتاعته. بدأ لي من هنا عشان في ناس قالوا لي انا عايزين يصوروا الكتب علشان خاطر لو نسخة من السنة اللي فاتت في تغيير ولا لا. انا والله ما فاكرة النسخ فيها تغيير ولا لا، بس انا بصور الكتب اهو، ابي وامي وتمارين حرف الالف وبعدين الميم وبعدين الميم تاني، البه فتح وضم وكسر، قيم طفلك واسرتي، الفه. طبعا تمارينه كتير حلوه والله، شغال زي الفل، والصفحه بتاعته في اولى ابتدائي مش سيئه. وهنا جايب لي مكان لكتابه اللام اهو، تمام. ودي تمارين يا جماعه سلاح التلميذ عربي اولى ابتدائي. طبعا ده الاصدار 4 2024. الكتاب عامل 115 جنيه.